قال: ومن وجد في حيوان نقدا او دره فلقطه لواجده يلزمه تعليقه، ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صرفه فهو له، ولا يبرأ من اخذ من ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتفاعه. نعم، واحد وجد حيوانا يعني مثلا قلنا شاة او دجاجة او طيرا او شيء، ولقى معها فلوس مربوطة فيها فلوس مثلا خرج او شيء زين، وفيه فلوس معها، الحيوان لك الفلوس ايضا لك، نفس الحكم نفس الحكم، فما وجد معها من مال فهو لواجده، وياخذ حكم الشاة هذه ايضا، يعرفه مدة سنة كما يعرف الشاة مدة سنة، كذلك يعرف هذا المال مدة سنة. فالذي يوجد إذن مع اللقطة أيضا يأخذ حكمها. طيب،